معايا الآن عبر الهاتف أيضا سعادة السفير، مساء الخير. أولا مساء النور، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. سعادة السفير، وأنا كنت أتحدث مع ضيفي في دكار في السنغال، والحديث طبعا عن قمة دكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا. أولا، هل ترى أن مستوى التعاون الحالي بين الدول الأفريقية هو المستوى المرجو، هو الذي يعكس طموح شعوب أفريقيا؟ أعتقد طبعا هذا المستوى ليس هو المستوى المنشود. العلاقة بين الدول الأفريقية في إطار الاستثمار في البنية التحتية أو تمويل البنية التحتية ليس على هذا المستوى الذي تطمح إليه شعوب ودول القارة. ولهذا السبب هذا المؤتمر هدفه الأساسي البحث عن سبل لتمويل البنية التحتية في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063. وأعتقد أن كلمة السيد أو معالي رئيس الوزراء المصري طرح رؤية مصرية في هذا الصدد، وسبق أن وقبل أن يطرح هذه الرؤية أشار إلى تطلع مصر أن تتولى لجنة توجيه النفاذ، وهذه اللجنة هي المعنية بالبحث عن السبل التي تكفل سد الفجوة الاستثمارية فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية. إذا تحدثنا عن البنية التحتية هي محور رئيسي في عملية التنمية المستدامة، ومعالي رئيس الوزراء قدم تجربة مصر في هذا الصدد وتحدث عن البنية التحتية التي تم إنشائها في مصر وتكلفت ما يقرب من حوالي 170 مليار دولار بجانب الطرق البرية وغيرها من الوسائل الخاصة بالبنية التحتية من طرق برية ونهرية وبحرية وربط كهربائي وإنشاء مدن جديدة وتشغيل آلاف الشباب في هذا القطاع. كل هذا يؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية ليس فقط هدفه مجرد وجود وسائل للنقل والتشغيل والمراكز اللوجستية، وإنما أيضا بيفتح آفاق جديدة فيما يتعلق بإنشاء مدن ومراكز لوجستية وغيرها. وطرح طبعا أيضا سبل توفير هذه الاستثمارات، وتحدث عن الاستثمارات من جانب الدول الأفريقية بعضها البعض، وأشار إلى تجربة مصر أيضا في هذا الصدد، وتكلم عن وثيقة ملكية الدولة، وأيضا تكلم أيضا عن اللي يسموه الحاجة الذهبية اللي هي الخاصة بالاستثمار. في هذا الإطار طبعا إدى هذه التجربة، أيضا تحدث عن ضرورة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة أنها يجب أن تذهب إلى رفع أو إلغاء الديون أو إنهاء الديون، قد الديون اللي بيكون حوالي 250% من حاليا من مقداره، وهو يصل لحوالي 40% من اجمالي الناتج القومي للدول، من الناتج المحلي للدول الافريقيه. طبعا ده احد المصادر اللي ممكن توفر استثمارات، والاستثمارات توفيرها اساسا للبنيه التحتيه لانها تنعكس ايضا على ضروره وجود استثمارات في القطاعات الانتاجيه المختلفه لتنشيط منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية اللي تم إنشائها وتفعيلها في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. طبعا كل هذه الأمور يعني أيضا أشار إلى خبرة مصر في مجال البنية التحتية وإمكانية استفادة الدول الأفريقية من هذه الخبرة، وأشار في هذا الصدد إلى سد جورجس نيريري وما تم فيه من تعاون مصري تنزاني في هذا المجال، وقال ان ده ممكن يكون مثل يحتذى به في مجال نقل الخبرات الافريقيه بين الدول الافريقيه بعضها البعض. صحيح. بشكر سعادتك، شكرا جزيلا. السفير الدكتور صالح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه متحدثا عن قمه دكار.